يلا ابو سعد دقيقتين ما بجاك دقيقتين يلا يا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد هاي سابنو فاس كيف كنا كنا عمو بالعمد سابنو فاس لا شو بدك يعني ايش بتاع اشتريته والله عم سويت شو تحكي عليه والله اللي جابك عندي صلوا على النبي يا اخوان اللهم صل على سيدنا محمد يلا يا بطل عم صفوا هناك على الطلوع تفضل يا حبيبي باين تدخل عمك وحش وين رحت يا زلمه تعال معي رجع يا زلمه دقيقه ثواني يا زلمه يلا يا لا عنده الوحش يا زلمه احنا بينا التيشيرت هذا اللي بيعطيه هو عيدك يلا اللهم صل على سيدنا محمد خلي عامر بدال والله لو يلا يلا روح على الشيخ يسعدك روح اللهم صل على سيدنا شايفك حرك حرك يا ابو الوليد يلا عليك تاخرت انت تاخرت هناك يا ابو الوليد تاخرت اللي ويسر هذا كله بحسابه اوعى يلا يا سيد خير تخيل ابو العمري هاي شو يلا 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 يضرب مطبخ كبر شركه
هيا مصلين القصه احنا يا زلمه غاديه واد ولا بتدري عنه والله قلت لك مش لاقي بمشي عنه قسم بالله اكلنا هلك ليه؟